انا عندك انا جاي ضيف عندك ولا عندك؟ يا سلام يا سلام يا رجال يا رجال يا شقردي 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 انا قلت لك ابو قحطر غير الحين ما في ملح ما في ملح يا رجل حط اصبعك ادق على محمد عبده وما يرد ما في حد يرد عليك نايمين كلهم لا لا وين نايمين؟ رجال لا ما ينامون الحين انا من رايي خليها بدون ملح ختم يا رجال وش حط حط عرق خلي ابو قحطر عرق وحطه نعمه لا 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 ها كم سيبك لا والله اسالك بالله الحين قاعدين من الصباح حرام. يا ريالتي يا ولد نعمه نعمه انا ما ورطه خلوه متورط لا لا حط لا نعمه كيف تقول الكلام ده ايه شو اقول شو اقول كيف تقول الكلام ده علينا يا علينا يا اسامه معد تقول تقول يا انسان والله ادق على محمد عبده وما يرد بيض الله وجهك ايش قال وينه عطنيه اي والله نبي كفو بيض الله وجهك ملح يا ولد منه هذا من ون هذا؟ منه منه ما عاد منه عم منيب يا اخي اذا اقسم بالله هذا منيب يا اخي بس هذا رحمه هذا رحمه على البشر هذا رحمه على برامج الواقع هذا منيب الله. رحمه انزلها الله على من؟ على برامج الواقع يقول 21 برنامج هو امسكه انت كم برنامج انت؟ كم برنامج انت؟ ابو عباس كم برنامج يا ابو عباس؟ اه انا كم برنامج؟ الله يحرمنا منها وشي اوف كان يا رب انا شوف لا. البرامج اللي شارك فيها كم عد فوق 10 برامج والله ما شاء الله ما شاء الله والله اكثر منك انا وبرامج اللي خلف الكواليس و4G وابونا الله ابونا 4G 4G أبونا. 4G ليه يا عمري يا احمد احمد منيب ذاك احمد المصريين تلاحظ فيهم يا اخي فيهم مو مصريه هذا اعرف اعرف ابن عم المصريين فيهم حاجه لكه حلوه ما يقول السلام عليكم سلام عليكم سلام عليكم على طول سلام عليكم بدك كيف رد عليك؟ اي اختطع بكاته تحس كذا في هذول المصريين ذولا ما شاء الله هذا جنوب مصر الجنوبيين هناك ها؟ جنوبيين مصر نجومين مصر احنا في ستارك قاعدين احنا في ستارك في ستارك في ستارك في ستارك مصر اقول لك يقول السلام عليكم السلام عليكم عليك اختطع طيب ترى جنوب مصر كذا مصر والله انك يا بيجيك الحين ابشر بس يا ولد لو ان الله رازقنا مثلك 10 انا اشهد احنا بخير وسلام انا اشهد يا اخي قلت لك تراني وانا جاي قلت ترى ابو قحطن رجل حركي والله العظيم يعجبك والله اني قايل مد مسور بسم الله عليك انت والتركيبه اللي بوجهك تراها مدحه مو سبه قايدك بسم الله يعني مرتبه وكذا ما شاء الله هذا زيد على شارعين انشاعل التمليل هذه تمليله ولا لا؟ لا هو كان صانع لعبه صانع بنت لا راس حربه راس حربه ذا ما يصنع ما يصنع كور مره اي نعم يعني ما عنده سالفه عطنا عطنا الدمه والله انها حلوه من صوت اي والله شو اسمها هي؟ الدمه عطنا الدمه دمه مسيريه ها؟ نعطيكم شيء ثاني يلا ما يقول لا ما شاء الله تبارك الله ايش تبون؟ ترى بيرفع السكر عندك حالي مره جلد الدنيا اي والله انت خليه يرفع السكر خليه يربط اي شيء انت ولا خطوه خطوه منا ان شاء الله تبارك الله ما شاء الله تبارك يلا حرام لنا جلد الصحن كله ما شاء الله تبارك الله منين جيت منين جيت كم لك ما كنت حالك اعوذ برب الفلق ما شاء الله تكفى والله مرضى على ابو قحطان ما شاء الله تبارك الله والله ما ارضى على ابو قحطان شوف الصحن قبل شوي انه جلد ذا كله حق ذا ما شاء الله يحرسك هذا مسوي رجيم ولي وله ما شاء الله يقول ما شاء الله ويعطيني عشاء والله مسفر اعطاك نظره زي اللي يقول لا والله بعلمك شيء بعلمك شيء بقول شيء بقول شيء والله خمس محلك اي بسم الله اي والله دمي حار على طول تدري اني ما حلق يود تدرون ما عنده صلع ما شاء الله تبارك الله صلع وين؟ صلع في راسه الا انا يوم جاء عمري 15 جاني صلع صنقر بالله صنقر. نشوف نشوف بالله لا والله لا بالله لا الحين مغطي حاجه انا صنقر مغطي حاجه والله تمام الصنقر فيه تمام ما شاء الله عليك يا ولد مقدمه راسك مقدمه؟ ما شاء الله ايش بيته؟ ما هذه قاعد تمدح فيو تمدح فيو فيو وش سياره مقدمه قصيده اسلم بقول شيء سبحان الله دام الواحد يذكر الله على كل شيء صدق والله اشهد ترى العين اي والله لا انا ما ماني ضد ابو عباس لا لا لكن انا اذكر والله العظيم ترى بعض الكلام يمكن تجيب كذا من غير قصد اي والله هذا يقصدك يا حسن ذكر الله طيب ذكر الله طيب على كل شيء تقول لها بس شوف شوف صل على النبي انت من النوع تقول لا اللي من النوع اللي تعطب الواحد يقول انا عيني بارده لا ما يصلح يا حسن بصراحه ما يصلح لا جد انا اكلمك كاخ ما يصلح والله اذا قلت اسمع احبك حب مو معقول اسمع اسمع حسن حسن انا متعطى توعد وانت اعلم مني وانت اعلم مني واكبر مني هذا تعب سلع على كل ليله والله لا جمال
اسمع اسمع ابو قحطان انا جمال الجمال جمال الروح نعم ما يهم جمال بس في هذه الله اكبر هذا كلام كذا عيونك دواير خاف اقسم بالله ان هذا الشخص في عيني انه عسل يعني والله والله انه عسل ابشر بسعدك اي والله تدي تدي انا تمنيت هذا منحل ابشر بسعدك تمنيت هذا منحل ابشر بسعدك اوه المجاملات طيب انت خلينا نرجع محور حديثنا ترى العين حد والله انت من النوع اللي تعطي عين تقول لا انا عيني بارده لا يا حبيبي ذكر الله زين انا صراحه مره اعطيت هشام عين ثلاث ايام ما قام هشام هشام عندنا في بعدين تعال تعال يوم تقول عيني بارده كيف دريت ان عينك بارده؟ اعرفها مسكتها يعني بارده؟ بارده مثلجه جلسه جلسه السامجيه اي والله العظيم ما مصفر والله من عرف مصفر هو نفس الرتم نفس النظام نفس الوزن نفس الحجم ما شاء الله يا ولد لا ما بقول لا انت عسى ليه؟ ابغى الليل يمشي كذا والله من عرف ترى توي طالع من تعب استغفر الله والله العظيم فلا وجهك خلاص والله انا راح شرب يا ولد والله لا تيده الملح اخو سهل عليك الملح زي كتب راح الملح 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 حط مع عباس ولد هذا احترق رجال بسم الله تكفى يا ابو قحطان من وين جبت الملح تكفى يا اخو سعده شوف انت كيف بس والله يعجبك اقسم بالله ما في ملح لا بس 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 اسمع ذكر الله عليه زين ذكر الله عليه زين من جد يعني المفروض يمكن تحسس من هذا اهل الله مجيد قسم بالله يسمعكم الحين يقولون لكم خفوا علينا والله انا دينا صورات احنا نعلم والله نعلمك تدري العين العين وشو تدخل الرجل القبر بالله العين ما تجي فيه والجمل في القدر جمل وشو جمل وشو انا صبعنا بعد هم الحين جيب لي شيء عشان اقول اعطيتك عين مو بنا يعني قبل شوي اتكلم عن شو اسمه هذا ابو قحطان هذا في عين ذا تدري ان 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 العين ها جاك يا خلوه تكبر خلاص خلاص اشرح تدري 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 ان العين تدخل الرجل القبر والجمل والقدر والله اقول حاجه تدري العين تسبق القدر قول لا اله الا الله يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز لا الحق صدق والله جد والله اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد ابو قحطان اذا حسد هذه خلاص ان شاء الله الله يجزاك انا اعرف نيتك ابو قحطان افنيتك صافي حرج من قاسم تناديت تعذرين انت ما ذرع ما نبغى منه ما نبغى منه وجبه ليه يا اخي ما اعرف والله ما راح لا استغفر ربك لا استغفر والله خلنا نشوف هذا الحين خلنا اذكرك انه خرج شعبه في رمضان بسك سؤال صدق الصعوبه وين عند ابو عباس هل انت شفت انت تعايشت الجهتين جهه الاعداد مع كنترول وجهه الرياليتي وين لقيت الصعوبه فيه الصعوبه وين ايه بصراحه ايه مع المذيع الفاشل او سمي المذيع الضعيف لا 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 انت انت فهمت غلط انت تبي هو بيهاجم احد فهمت أو لا هو يعني انا اقول لك الصعوبه هو اللي لقيتها في عملك كاعداد ولا عملك كرياليتي الرياليتي سهل الرياليتي سهل سهل؟ اي والله الرياليتي سهل؟ لا اصعب والله لانه مسؤوليه ترى هذا فاصل قسما بالله العظيم والله فاصل الرياليتي عنده سهل قسما بالله العظيم الاعداد مسؤوليه مسفر شوف انت الحين تدخل كنترول يمكن ما قد اعداد اعداد ترى اقسم بالله كل غلطه عليك والله العظيم حتى على مستوى الكلمه ليه تاخر الرياليتي فله الرياليتي اضبط نفسك لا الحمد لله رب العالمين شوف الكنترول عندنا ما شاء الله تبارك الله طيب خلينا نتكلم عن المراقبين بثيرة معدين البرنامج الجديد ونصائح المسابقين الجدد وكذا والله والله بقول حاجة خلني اعطيكم اللي في بالي سلمت انا اجمل نسخة مرت علي في تاريخ البرنامج ما ابغى اجمل نسخة نبي ننصح الجمهور المسابقين الجدد اجمل نسخة مرت علي في تاريخ برامج الواقع بصراحة نسختين انا بحكم هذا رايي الشخصي احتفظ فيها انا نسخة يغششني يقول السوق والله يغششني والله بزنس ولا هذا ولا هذا لا هذا صباح هذا بس جنتل وكاريزما مثل هذا والسوق السوق ابطال انا اتكلم عن امكانيات كانت شحيحه في جنتل كانت شحيحه مره مسابقين كانوا ياكل القراطيس واحنا ايش ناكل؟ مندي مفطحات والله ما كان عندنا ذي كلها بعد كان عندنا يقول انتم تاكلون المندي ومفطحات منو؟ ما صدنا الله 10 ايام مقرب قرب شوف بعد بشوف نصيحتي حراك بدك تسال يا اخي احنا في رابع جيم احنا تركيبه رابع جيم لا لا تفين انت كذا طيب ازعف كذا ليش ما ليش انت ما تحب ابو قحطان
كيف صار؟ ليش ما تحب ابو قحطان؟ السؤال انا ما احب الحلا، انا مسوي رجيم. يا الله اكبر بتختفي والله العظيم. والله والله ممنوع على السكر المحبه. اسلم طيب. بقول نصيحتي لكل متسابق يخش برنامج السوق او اي برنامج. اسلم. اول حاجه اني بعد استعانه بالله سبحانه وتعالى. أنا يضع أمامه هدف، أنا أعطيك سالفة هذا اللي فات بمليون. على فكرة ترى مو إلى الآن ما بعد حددنا اسمه. على العموم. على العموم، البرنامج السوق أيا كان. شوف سلطان سلطان البريك. لا يا محمد. سلطان البريك. سلمت. يدرس هذا الرجل. صدر الشاي نفتح. سلطان البريك فات بالأول، والله يا جماعة الخير هذا اللي كان فهم البرنامج صح. كان يصحى بدري وكان مثابر وكان يروح وكان يجي، قسما بالله ما أذكره فوت لعبة. بارد. كيف طعمه؟ اخذتوا تو فيكم ترجعون انتم تقطعوا سوالف الرجال. سلام سلام سلام. ها تكلم انت. اسلم ما سكت بقى عليك رادو. والله شوف اقول لك، شوف اقول الحين بعطي عيل الحين. اسلم يلا الله وحده شوف جبت ملح. اسلم جبنا الملح. اسلم يلا يا ابو سرحها مع ماتها راح. واحد يحط قدامه هدف معين، اول حاجه احترام الاداره. اي اداره تواجهك ترى بتلاقي في الاداره السيء والكويس والجيد والممتاز وغير ذلك، لكن احترم اداره البرنامج بقدر ما تستطيع. بعض المتسابقين يدخل شوي لا يتعالى، مجرد ما يشوف له 15 متابع ولا 15 مدري وشو يدوخ. هذا خطا. والله لو اني مكان ناصر غامدي اقسم من رفع اسئله جوالها لنهايه البرنامج. يا سلام اقسم بالله لو لي سلطه في برامج الواقع ان هذا المتسابق يخش يسلم الجوال إدارة البرنامج إنه ما يستلم الجوال إلا في آخر يوم. تدري ليه؟ لأنه أنا شفت برنامج الكلام الماء داخل الناس. للأمانة ولا قطع والدك إلا بالشحمي أبو حي أبو عباس. يا حسن أبو عباس وشوف الجوال الصدق أنت بتدخل برنامج واقعي الجوال ابتعد عنه قسما بالله. برنامج السوق إنه ما خذينا الجوالات إلا آخر شهر اول ما دخلنا صفاء ذهن. صحيح والله. ويا اخي كل شيء نسويه بعد ما اخذنا الجوال سبحان الله تغيرت الله يرحم والديك نفسياتنا الى الاسوء. يعني انت جيت هنا ما اقول انك خليك يعني ما فيه شو اسمه انك تتصنع وكذا، لا في تصنع لكن لا تخليها كلها تصنع. عش واقع عش واقعك، لكن صح انك ما تعيشها 100% لا، خلنا نقول عش واقعك 80% وابتعد عن التصنع. في اشياء يحتاج لها تصنع وفي اشياء لا. صح للامانه صلوات صلها. شوف سلطان ثقل سبحان الله كان يقول من استحجاجي على الله والله العظيم اني ما بعد فقدته في صلاه سبحان بسم الله عليه ما شاء الله. رجاش قردي مع الاباء ومع يعني مع كل ربي سبحان الله وفقه وخذ المليون. ما ينام ما شاء الله تبارك. ترى في شباب عندنا يقول ما ياخذ المليون مو بيمها والله نخل. لكن شوف سبحان الله ثقته بالله شوف وين سبحان الله سخر الله. ثاني شيء اذا دخلت انت يا اخي انت تراك تبعد 3 شهور من احلى واجمل الايام. اي والله عشها عشها عندك ريلتي اده. يا اخي انا ما ابي اضرب امثله على ناس كانوا هنا اقسم بالله كانوا فنانين وشوف الجماهيريه عنده. والله صادق ابي اضرب مثال ما عندي فحد. اضرب اضرب البرنامج هذا فيه مناحي الرجباني شوف جماهيريته الحين راح القصيم يا ولد بسم الله عليه راح لمعرض الطيور ما شاء الله عليه ما شاء الله. ليه؟ لانه كان صدق والله اني اقوله صادق انه كان يعطي ريالتي حقه. بعدين الضحك له وقت المزح له وقت صحيح. العصبيه لها وقت الرسميه لها وقت صح صح. لا تجي هنا وتخلي تحبت. الوضع كله رسمي ولا الوضع كله ضحك ولا الوضع كله سماجه لا والله العظيم انك بتضحك وبتزعل وبتبكي وب اصبر. لكن في بعض الشباب اول ما يدخل هنا والله اني انا اشتكت لاهلي ابي اطلع ابي اروح حتى لو كذاب مستشفى ما نقول كذاب يعني يبغى يطلع. يا اخي لا تطلع اقسم بالله وش تبي برا؟ طيب رحت وش بعدها؟ بس كذا والله ان نفسيتك تسوى. اي والله ونصيحه الجوال الجوال تكفون ابتعدوا عنه. عندك سالفه عندك سالفه عبد الواحد الاري؟ من؟ انت ما تعرف القصه حقنا وعبد الواحد؟ لا مو قبل الثاني صح؟ هذا عبد الواحد جاني في قبل انتهى البرنامج بشهر ونص
سلم سعد واحد ترى ما ياخذ جواب. والله العظيم جاني قبل شهر وعشرين يوم كذا، قال يا ابو مازن صبحيه ابو مازن ابغاك تخدمني يعني تبشر بسعدك. ونعم يا ابو مازن. قال ابغاك تخدمني خدمك والله انت تبشر. قال ابغى انت تحمل البرنامج، ابغى اكلم ناصر غد بطلع تسمع خلني اعطيك اللي عندي. ترى مبدع عبد الواحد، عبد الواحد مبدع. قلت اسمع اللي عندي وانت كيفك. قال سم اول حاجه يا عبد الواحد اقنعني بسبب واحد خروجك من البرنامج. قال انا ما عاد عندي شيء اقدمه. قلت الذيب والذيب والذيب اللي يصنع من جديد واللي يعيد البرنامج من جديد، اعتبر ان هذا اللي مضى انه مضى، الحين نبدا من جديد. يا عبد الواحد كان لي غلا عندك وتقدير لا تطلع من البرنامج، والله اني متفائل لك واني اشوفك في ذا البرنامج انك كفو وان عندك شيء ما قد طلعته. اي والله يا جماعه الخير. قال لي كيف؟ لا تتكلم لا تفتح الموضوع هذا، وانت تقدر اخوك وتشوف ان احنا اخوه لا اقسم بالله. قال هاتم سبحان الله جبت الثاني. سبحان الله يستاهل. وقابلني قبل النهايه باسبوع قال الله يبيض وجهك ويجعل والديك في الجنه. بعض الناس طحنا يجي شوف في برامج الواقع الايام الاخيره يجيك احباط وتعب انت كنت لازم لا تعب نفسي لكن انت غير المود. ترى ناصر الغامدي يدل امس السابقين اقسم بالله يا جماعه الخير ما زال ما عنده الا تم الا جوالات. اجي داخل يوم الصبح لك العب جوال احنا عايشين فيه احنا في تدرس ذيك مصر اقسم بالله ما شفنا جوال. ناصر الغامدي يبي يرضي الجميع. يرضي الله يرضيه. ناصر الغامدي افحل البرامج الواقع خلاص روح. ترى رحوم صدق رحوم والله انا لا شاف واحد اول اول برنامجنا اشوف الواحد بعدين يقرا اللي فيه. عجبتني كلمه رحوم ده والله. اي والله رحوم والله معجزه معجزه رحوم رحوم. لا هو هو ذكي يبغى الناس تتفاعل. بعض الناس ترى بعض الناس مو عارف كم ما انت فاهم سامع عبد الحليم حافظ. اه معك يا صاحبي بس تتكلم نصايح. لا والله اسمع 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 هذا كان متسابق واسالك بالله مسفر اسالك بالله وتحين تسمع الناس يتابعوك انت في برنامج بز ما مسكت جوالك؟ لا ما انا يمكن اعد على اصابعي اربع مرات واذكر واذكر اللحظات. ايوه واذكر عليك بعلمك واذكر الدقائق. لا بعلمك كنت مستلم الجوال ما هو مستلم الجوال المده طال عمرك 20 دقيقه كان ابو عيسى واقف على المصنع من يوم تنتهي 20 دقيقه لو زودت دقيقه خصم تسحب الجوال ما سلمته اذا ما سلمته تاخرت خصم الله يعطيك الجوال يقعد لك مثلا 8 وربع محمد عيسى فهمت وحش ايه مع ان ايام برنامجنا محمد عيسى والله انه اشوف اسمع الرجال انه يشوف الجوالات معنا ما يقول شيء كان ضعيف هذا بداياته لسه ما عنده سلطه سبحان الله محمد عيسى يعجبك شفت داخل اسد اللي شوي 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 حضرت شعر الرايه آه. شعر رهيب جلس معي والله ما ادري من انا ما اذكر قلت كيف محمد عيسى وكيف قال محمد عيسى اعوذ بالله قلت كيف اعوذ بالله قال يا اخي شديد انا ما اخذ اخي شده كويسه انا والله انا محمد عيسى كان يصحينا من النوم للصلاه معنا كل واحد جواله جنبه اخر شهر اي اقول لك شيء بقول شيء ابو عباس ابو عباس الحق ينقال تذكر يوم خذينا الجوالات سرقنا الجوال اي والله سرقته داخل الليل ابيك تقول سالفه بس بعد ما ينتهي الحق ينقال شوف والله العظيم ما هو عشان محمد عيسى انه خوي ولا انه صديق ولا انه زميل ولا انا من الناس اللي كنت اكره ابو عيسى في بزنس واحد وانا متسابق والسبب بعلمك ليش لان الشخص هذا فعلا انسان امين والله شخص طال عمرك سلمه الامانه في يده وسلمه كل حاجه في يده وسلمه العمل في يده وانس خلاص يقوم لك بحذافيره فهمت الله الله فمحمد كل المتسابقين اللي طعموا البرامج اتحدى يجيني الان متسابق من البرامج اللي راحت محمد عيسى مدير اعداد فيها او مستلم الاعداد فيها طال عمرك او مسؤول متسابقين كان يكرم محمد في البرنامج بعد البرنامج كلهم حبوه بعد البرنامج اي أيوة والله لان الشخص على معدنه يبين لك ترى الشخص عمك يقدم العمل اللي عنده يقدم وظيفته فهمت وبعدين يا اخي كان خايف على المتسابقين والله من حقه لان لو سلم متسابق الجوال اختلف المتسابق خلاص تغير المتسابق حتى والله العظيم نذكر في البرنامج راح كان هو جالس عنده شاشه في المكتب فهمت أيه. اقسم بالله انا جالس يراقب المتسابقين ايش يقول هذا ما شاء الله هذا ما شاء الله هذا لعبتك ابو عيسى لعبتك والله كان شغال على المتسابقين يعني يعرف اللي عنده عطاء هذا الصح فهمت علي جالس يقول هذا يستاهل من يعذبه هذا يستاهل من يعذبه يا حاتم ايوه والله انا حق قال الشخص هذا والله الذي لا اله الا الله يشهد على كلامي في دليل في ليله الجمعه انه الامانه امين العمل عمل الشغل شغل الاخوه اخوه بعد البرنامج جيب لي متسابق قال انا باقي اكرم محمد عيسى علي والله العظيم كلهم والله العظيم كل ابوهم اللي محبونه وكلهم يتواصلوا معي يتواجهون مع المتسابقين كلهم انا من الناس طعمك ساعه انتهى البرنامج سبحان الله قال محمد على فعلا هذا محمد هذا الخوي يا اخي محمد عيسى بطل محمد عيسى جدا بطل يا اخي
انا دخلت برنامج قبل السوق أيه. اللي هو زد رصيد الحمانية قبل 5 سنوات يا ولد. كنا نشوف ناس اعوذ بالله ما يضحكون معنا، من ضمنهم ناصر الحربي. ونعم لا اله الا الله كنت اكره كره سبحان الله عشان معاملته. ليش؟ عشان نجاحنا. صح صح يسعد نجاح. يعني مره كنا نسوي بروفات الحفل بداية البرنامج نسخة 8 معي فهد معيان ومعي كنت انا اظني ثاني اصغر واحد. المهم قال لي كلمة قسم بالله بعدها حقت عليه عدم الواجهة. بعدين كلهم يجلدون المعد الادارة، لكن في واحد مديرهم كان حنين. كنا لا شلنا ارتحنا. طبعا هو كذا اصلا المفروض كذا، يعني شدوا اللي تحت لكن اللي فوق يخلك. انا ما ادري شو الوضع، خايف من الخصم، خايف توني جديد ما اعرف الاعلام ما. والله العظيم يوم رفع صوته انا ما احب احد يرفع صوته علي، اترمشه ما احب. هذا الصح اقسم بالله اني اتعود من الشباب كذا. عان ما تفهم كلمته هذه قويه طمن. اقسم بالله جنبي يزيد الصغيبي الله يستر عليه، تعرفه يزيد ايه حربي اللي يمسكني عون عرفني عون اركض ارمي طيبه ترى من صالحك من صالحك. طلعت تواجهت انا وياه ناصر الحربي في الفندق. احنا في الفندق احنا انا 5 ساعات بعدين نروح للفندق. قلت اسمع ناصر اقسم بالله والذي رفع السماء بلا عمد، اقسم بالله لو ثاني مره ترفع صوتك ما معي احد عشان ما شهد علي. شوف أيه؟ عشان خصم وكذا لو تعيد الكلمة هذه إن يصير ما يصير. قلت ما رد علي ما استقبلني بجلافة وده. تعرف شال عون أقسم بالله إني أحبك آه. لكن عون ما راح تفهم عصبيتنا هذه إلا بعد بعد يا الله. أنا كان أحد رش علي موية طف اللي داخل لأني أنا لازم أتكلم ما أحب أسكت. أقسم بالله وبعدها إني أستحي منه سحر سبحان الله. بعد البرنامج شفته وواجهته وعرفته ناصر الحربي رجال لا إله إلا الله. لا رجال والله ما خلك بسكر بسكنا ما معنى عندك ولاعة طفاء طفاء ها خلها لبكرة خلها فجر خلها غدا. شفت كيف لا محبة تجي بعد عداوة. مو بعداوه ترى من صالح. احيانا اختلاف. شوف انا عندي قاعده اختلاف وجهات نظر هذا مطر ولا قضيه بس انا بسال مسفر هذا مطر ولا بنت خبره في برامج الواقع حسن يتكلم مسفر بس بدون مجامله. والله مين معي والله افضل عون اسمع السؤال ذا سؤال مسفر ونجاوب راوغ الحين بعد شوف كلام مخبار حطيته مخبار كل شيء لا لا مين معي لا رجعت الاداره معكم ولاعه عند لا ولد انا ضامن طب رجعت الاداره ظني عند الإدارة رجعتها عشان ما تضيع صرف عمرك ايوه صرف عمرك ليش على الراتب انا بس بدون انا ابغى اجابه والله نعطيك جلسة ثلاثة مروا عليك في مجلس النقد في جميع برامج الواقع من يوم انت تعين بجاوب انا شوف معك دقيقة تفكر تحلل طق طق تنزل طيب. تطلع بعدين قول لي الإجابة. عبد الخالق البخات ثاني حاتم الشهري ثالث هاني منو؟ هاني عنزي هاني عنزي اهلا سؤال لك يا عون ما بقصر بالباقيين بس الحقيقة أنا بدون أي مرة هذه وجهة نظر أي وجهة نظر تبيها ولا بكيف؟ يلا يلا هاني عنزي حاتم الشهري هذول أساتذة هذا يحتاج هذا الثلاثة الثالث منهم الثالث اخي علي الغامدي بطل والله بطل متابع بطل جدا جدا علي الغامدي اهنيكم على الاجابه. شوف انا بعيدا ترى الامور طيبه معنا معهم كذا علي لكن شفت يعني النقد الاول صدق الثلاثه هذولا علي متابع ويعرف الصغيره والكبيره ومستفز هاني العنزي يضحك لك لكن ضحكته تقهرك ايه فيها شيء ايه بعدين يحشرك رجل متعلم رجل ما تقدر تفر منه
حاتم الله يا حاتم الله دكتور ده. كنت اكرهه ما في عندك كرهته انا اجتمعت انا وياه وصدق انت ما قد كرهتني في حياتك لا انا ما كرهتك الله يبشرك والله ما كرهت ترى انا اخوك يا عون رجعني والله افداك ابشر والله بسعدك يا عون 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 اعوذ بالله حاتم الشهري كان صادم صادمتني يا ولد كاريزما اصلا مره قويه كاريزما ما هذا النقد ابا من ابا و... انا لحقت العب بخالق بخات عبد الخالق بخات عبد الرحمن قيادي يا سلام عليك قيادي الفقره يعرف يعرف متى يوزع المحاور عرف متى يوزع المحاور متى يرجع فهمت انا ودي اني لحقت على اثنين دولار اللي هو حاتم و الرشد الرجيم هاني العنزي تمنيت لحقت عليه انا في برنامج رصيدك ثمانية كان هو عنده فقره هاني العنزي للامانه والله كنت خايف منه ليه يا ولد قلت بيحشرني والله راس لو واحد من اخواني اللي مستحيل والله لو ايش ما يعطيك اسرار يا رجل اي والله قال له مقتطفات جابوا رقم تخيل جابوا رقم خوي روح الروح اما اقسم بالله قال لهم كذا وكذا عون كذا وكذا وكذا كذا لكن ما جاب الشيء اللي ما احبه انا لو انه جابه وخايف قال ترى بكره مقابلتك انت ما ادري من اللي معي قلت اوكي اني شيء همه حتى انه ما رقدت زين شيء هم هاني العزي يوم جيت عنده قلبنا كلنا ضحك يقول انت شكلك كذا اول كنت جميل وكذا يقول انت شكلك ما قدرت اعصب عليه صدق ما قدرت يعني هو لو بيحشرني ما عنده مشكلة هو ما عنده مشكلة لكن قلبناها ضحك والله العظيم قال وين الحين إذا دخلت القرية وكذا كنت مين أنا إذا طفشت وين بنحصلك قلت حصلي في المطبخ والله ضحك قلت الصدق لا ضقت تحصلين في المطبخ شفت شفتك والله شفتك إيه نطلع بالسبب يتبكبكوا برا في السوق يتبكبكوا بكى تقول ذا قام تقيمة بعدين الله العظيم كل واحد جوه عادي والله يا مسكين والله واحد قويه مره اطلع مدري واحد من اخويا مره في البرنامج قد تمر بك لحظة من تعب أو قلق أو حزن إياك أن تعتقد أن حياتك هذه اللحظة أو هذا الوقت هذا وقت وسيمضي وهذه لحظة لا تعبر عن حياتك كلها اليسر في الحياة هو المساحة الأكبر والمساحة الأرحب كم مرت بنا من كربات كنا نظنها نهاية العالم ونجانا الله منها برحمته كذلك ما أنت فيه الآن من هم سيزول كما زال غيره وأصبح طيف ذكرى هيب.
الله مو بصالح. خلاص خلاص الله يخارجنا منك دلينا. خلاص الله يوفق ذا الوجه. اجعل والدك في الجنة. تسلم. دله. اخذ من وين جبتها؟ إله يا أبو سرمان وفنيلة. تسلم. يا أخي ودي أسألك سؤال. مسفر برميثة. مسفر برميثة. 70 مليون نعم. أنا بالله أشهد لله أنه نعم ورجال علمه غانم وفي كفيك فيه الجلد اللي داخله. عنده قوة صبر وتحمل. لكن لو قلنا يا بسم الله عليه ما شاء الله. بحكم أنك محتك برامج الواقع وعارف مسفر وعارف غيره. في برنامج مثل هذا البرنامج، برنامج كبير واقع. عط مسفر حقه. هل مسفر يصلح مذيع أم في الإعداد؟ مسفر ما يصلح إعداد. وين يصلح مسفر؟ مسفر يصلح مسفر خدوم. خدوم؟ إيه ورحوم يصلح مع مين؟ مع مين؟ مع الشيبة. قسماً بالله. لو يعني عندي قرار كذا لحط مسفر مع الشيبة. مع الآباء وليس الشيبة. تحط مسفر مع الشيبان في أي جانب؟ مع الآباء. مع الآباء. ما تقول شيبان نشامة. نشامة. تحطه مذيع ولا ضمن الأعضاء؟ لا. مذيع. مذيع؟ شف. بحطه شوف هم لازم اثنين. مع الآباء نشامة لازم اثنين. مسفر من ضمنهم. مسفر روحه حلوة. روحه حلوة. خدوم، رحوم. والله العظيم شفني كم اللي اعرفه انه ما قد اخطا لي كلمه. لا مسفر ما يخطئ يعني تهزني ولا اقول اخسر. سبحان الله ترى زعلان مني. عفوا والله قبل شوي قال انا وحسن في خلافات ده. انا في في في, في فقره النشامه ما اجامل. يقول فقره النشامه ذبحني كل يوم. جيب لي حبه جيب لي حبه جح. والله ما قد جابه هو راسه هذا اللي كانها طست. والله ما قد جابه مره. تسلم. واعطاه لنا شيء. لا تحط الرز كله يا ولد واجد. من وين فصلت ثوبك ده يا ولد؟ ايش الحلاوه هذه؟ هذا خليت النحله. واضح. تسلم. فاقول لك هو كان في خاطره من شوي وانا بطيب خاطر قلت هو خلاص ذابذ جريد. لكن اقول لك هو كان يحسب اني انا ما ابغى مذيع. لا والله انت ما عندك الا سبيل الهدى انت. ها؟ ما عندك الا سبيل الهدى انت. كيف؟ يعني ما عندك الا سبيل الهدى يعني ما عندك مشكله انت. امورك طيبه. والله العظيم شوف تحب للناس ما تحب لنفسك. اللي خلق وجابر الحين انا اي واحد يجي يبغى يشارك مرحبا ومساء. اهم حاجه انه اللي عنده يتناسب مع سياسه القناه ثم نرجع عنده محتوى. بالعكس هو كان معنا في مقدم اموره طيبه وجاء بعدها اللي بعده. لكن احيانا تجيك قرارات من فوقك ما تقدر تتحملها. ومسفر لما حطوه في السجن وحطوه في ذا ترى بعض خلينا نقول احمد الله امرئ ان عرف قدر مسفر. احيانا انا الحين اقول عون تعال امسك لي فقره مثلا ابراهيم. عون ما يصلح فيها مثلا اي مصلح اي بالله مصلح. اقول لك انا ليش اروح اقحم نفسي في ذا المجال وانا مو مجالي؟ تعال يا فلان امسك. لا يا اخي مسفر يصلح مع الاباء. بس انا بعطيك فقره المسفر. مسفر يصلح مع الاباء في حاله واحده. دوتي هو ابو علي. شوف ابو علي كويس مع مسفر يعني يشيلون يحطون. لكن كمذيع انا اقول هذا خلد مني انا هذا رايي الشخصي. يا رايي وجهه نظري. لا يصلح في فقره النشامه الا الشخصين اللي موجودين الحين اللي هو عبد الله الساري ومبارك الكلبي. ولا بصرف الباقيين. ترى ناس يوم قدموا ما كان. ليه؟ اول حاجه انت الان عندك بطل مبارك اداء السهلي حتى مبارك الكلبي ابطال. لا ليه؟ في ناس آباء وفي كبار السن يتابعوهم. احنا هذه الفقرة هذه لمين؟ هذه الكبار السن. الكبار اللي والله العظيم كنت أقول زمان سهلي جدا بطل. أقسم بالله يا عون إن هذه الفقرة من أصعب الفقرات اللي مرت في حياتي. شف مسفر رجل حركي ورجل عنه جاء. أنا أحطه في المطبخ. مسفر سلمه مطبخ. لا ما أصلح مطبخ. بالعكس شيء حركية. مطبخ مسفر يجيب أشياء جديدة يعني مثل رياليتي العصر. يا الله يا مسفر. ها؟ رياليتي العصر. عصرية. تدري انه يخسر من حرماله عشان بس فقرته. يا اخي تحس انا اشوف الرياليتي صح. بس انا اقول لك لو مسفر يمسك المطبخ اقسم بالله بيبدل. بس اعطوه جو مطبخ يا اخي خلاص صارت علامه تجاريه. انا ضد هذا. علامه يعني واضحه وكذا. الجميري خالد حامد او مشعل مفلحي. مفلحي. مشعل المفلحي. ولا قصور فينا حتى. مفلح المشعلي. ولا قصور فينا. ولا قصور فينا. خلنا لا خلصنا من. طيب كمل قول ولا قصور فينا. ولا قصور فيكم. لا بقول حاجه واحده. شوف عشان زمان كنا في برنامج السوق يا حبي لك يا ابو قحط اقسم بالله انا عسل. قشطنا على صحنين الله يسامحك. حط مع الشيبان في ايش؟ تبغى مع الشيبان بس ما تحطه مذيع. حطه جوكر. بس مشكلة مسفر جوكر. سياسه الفقره لازم كبار في السن. تدري الناس الغامدي يقول لا تجيبوا شباب. والله مسفر. مره جبت شباب قب فينا قبه. لا تجيب مسفر. هذا خله هذا سحور. الله يسلمك. الله يبارك تسلم يا زعماء. سؤالك يا عون
مرة مرة مسفر تحطه وين؟ تحطه؟ 4G 4G والله 4G أنت تصلا أقول جيعان الرجال، الرجال جيعان عجلوا بالعشاء. إيه الرجال يا ولد أنت تعطينا تخطيطات برامج، إيش تبغى أنت؟ هذا رياليتي هذا، أنت إيش تبغى؟ أنت إيش موضوعك في الإعراب أنت؟ لا البرنامج الجاي لازم يحطون فيه 4G بإذن الله، بغيره 4G بشتري لي سيكل جديد. لا 5G أنا التقنيات قد عن 5G. لا لا أبو هادي أبو هادي والله ما كان يأذيني إلا ذا، قسم بالله مسفر كان يدخل عندي غرفة النوم. طيب اجلس وين تروح؟ بسري عندي شغل. لا ما عزيزي ما انت برايح، لا والله ما انت برايح، ما نسمح يا ولد اسمعنا والله ما نسمح لك. أنا طالبك علمنا قبل لا يعني نستضيفك أنك بتروح في نص الفقرة. هذا نص الفقرة الحين؟ هي الساعة 11 الحين. لا الساعة 10 توها جاية 10. قل والله ها يلا نص ساعة لعيونه. لا ما في نص ساعة، لا الساعة 12. لا تكفى. لا والله. أنا عندي. لا لا عندي ضيف. سامح بعد خمس دقائق. بعد خمس دقائق أسرع. والله تعال تعال. والله تجي. لا مصدق مصدق. أنا طالب طالب. والله تجي. براد براد. شب النار يا ولد هات الحطب. تعال تعال. ثلاثة. ولا بحب بحب. الوزارة الداخل. ها؟ بكرة ماني موجود. شوف شوف شوف. جيبه اليوم. ولا بكرة أجي. بعد ما تنتهي. كل ما كلم مازن العيال تراهم عندنا. خالاتي وجداتي وعماتي سلمك. اسمع اسمع طيب بكره بس اجتمع فيهم انت بكره اجازه ويكند امر يوم الخرج. والله ما نسمح لك الصدق. انا انا شوف والله يا حسن جوك بطل جدا من غير قصور في العيال. ايوه الحمد لله. لكن مثل اليوم يفكر في اشياء ما ادري ايش ايش تفكر فيه؟ ابشر بالسعاده يفكر في شبه الضوء والشاهي. ما خليني اكتب بسم الله والشاهي مسفر شبه الضوء والشاهي. ليه ما تصنعوا الضوء هنا والعلوم؟ بيجيبونها بكره هم شخصنينها معنا كل شيء بكره. ما تلاحظ؟ نعم والله عرفتها في ذا. نجي بكره؟ كم استانس والله العظيم والله العظيم اذا ما جابوا لنا شبه الضوء اليوم بكره اجي ما في اعتذر منكم. يا طايره يا هلك بدار دار المماليك وديني يا ما حلا داني لا 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 وديني يا ما حلا داقة الشماء من وين عدت وديني يا ساري يا وين وديني. ولد عجنت أم الكلمات والله أنا مسوي على اللحن مسويت له خلطة والله يا ولد عطنا اللحن زين ولا لا ولا لا تدري من هو المفروض اللي معنا تكفى يا ولد والله واحد نركز واحد من أخوياي قال له وحنا والله هو نعم فيه ولا قصور فيكم ما خليتني أكمل الكلام. انت غلطت علينا بس اسمع اسقطت علينا والله اللي والله اللي خويي يا الله يهديك الله يهديك هلا يا اخي لا تفهمني صح الله يهديك لا تفهمني صح الله يصدق الوجه قلل من انا 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 تدري ايش ميزتي سريع ترى لي اصرح منك ولد والله العظيم طيب لا اقول لك كلام طيب لدف. انت عيب الحلقه لا تدف طيب اعوذ بالله مش لا فكونا منك لو عرفت الحلقه والله العظيم ما اجي بكره والله يجي والله يجي عارف عارف علمنا مسالفتك انت وابو عطش يوم تهوشتوا في اخر البرنامج يا تنسيت قسما بالله اني اول مره طبعا هذا راشب ابو عطش حاط صابون ايه هي 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 يا ولد احنا نهايه البرنامج بس بس شي انت سمعتني انا جاني ابو عطش عيونه حمر حن انا طالع من البرنامج وجاي فهمت الرجوعيه إيه؟ واذا الرجوعيه ما انام هناك انام في بيتي وارجع لهم اجي يوم المغرب فهمت لا مو على كيفك الرجوعيه تنام معنا الرجوعيه الرجوعيه اسلم الرجوعيه انت تمشي الحال انت لا 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 هو عليته طيب ممكن اتكلم اسلم ابو ذا مازن راح والله باجيكم والله ما تروح ما تروح يا اخي انت عليك حركات والله يبيلك جد اي والله اسلم يا ابو عطش ابو عطش ابو قحطان والله عفوا والعجب الاحكام انت سمعتني يلا المهم ذاك الليل جايب ثوب وبطلع عندي عزيمه مهمه. المهم قلت له يا انا علمت له انا عندي عزيمه مهمه الربع كلهم يعرفوني بطلع بدري. المهم مش ما ادري ايش ذاك الليل فرشني بمويه وسخه توسخ ثوبي وحنا وين في شر اقصى شرق الرياض وبيتي وينه في اقصى جنوب الرياض. يا مرش اشوف ثوبي ولعت خلاص عندي البلوف تقول كذا تي 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 اتش واروح واحط مويه وصابون عرف ذاك اللي يحط الكيل بمكيالين هذا انا الكيل بمكيالين انت بديت تحمل ما عندي انا واروح
يوم اقبل عليه فجي ارح باو طا في وجهه تخيل غيعميه عاد صابون تايد. اي والله تايد الاصلي عرفت ذاك اللي ما اللي تربع في العيون سويت له تنظيف شامل بستم. انا جايهم مفاجاه قلت خلني اول ما انطحني ابو عطش يسوي كذا انا اضرب فيه انا اسمع الهبد انا برا ما بيدخل عليهم اسمع الهبد تهابد هو ابو عطش تلابشنا باليدين ويطلع لي ابو عطش تفاجئ مني قال انا عون ارحب سوي كذا بعيونه تخيل عيونه حمر يعني لو انه حمر عين حمر عين يعني حمر عين بغى يعدم عيونه صدق بس لك بدا نعم بدا بس ما يا ولد يعني كانك تعرف الاحكام نعم نعم وانا تحمل ما جاك نعم كانك طالع نعم يا ابو مطرق ونعم عليك زعل ونعم يا اخو زعده لا امك تمزح علي اي اوكي وانت قبل مزحي هذه المشكله اوكي بس مو بكذا لو انه صار شيء في عيونه انعمه ما هو بجاي الشيء ذاك جني بسم الله ما شاء الله ما يجي شيء هيا شوف انت راح تشوف وجهه نعم ولا ما ولا زين انه ما حط كلوركس وذا بغيت بس ما لقيت شفت بفلاش ما لقيت اي ما لقيت لا ما فلاش وين والله تسويها كلوركس كانها فلاش والله يعمي عيوني يخلي السوداء ذي بيضاء تدري ايش هذه الحركه؟ ايش معناها؟ ايش معناها؟ يعني الله ياخذ عقلك انا نعم طيب هري احط فلاش تبغى نعدم الرجال ليش تدري علي واهلي يتابعون كذا بصعدها لا لا استغفر الله استغفر والله ما قوم ابو قحطان انت ايش اخترت اسم ابو قحطان صدق ها؟ اخترت الاسم هذا ابو قحطان ليش؟ يا ولد سماني واحد من اخوياي يمني الله يذكره بالخير الله يستر ايش اسمه؟ حتى ضيعت اسمه معي في متوسط رجال فيه لتغه يبغى يسميني ابو قحطان ابو قحطان ترحب كانه مسك معي ذا الاسم يا ولد وكلهم ينادونك يدعونك ابو قحطان ابو قحطان نعم هم انهم يشبكون على ابو قحطان كنا نطقطق انه يلتخ اول جهل ما كنا نطقطق ما الله يعافيه ولا يبتلينا المهم لا تمسك ابو قحطان زود نون بس ايه فاكثرهم اكثرهم اللي ينادوني برا لو دخلت سوق ولا رحت مكان ابو قحط قل يا حبيبي النون هذا وين راح والله النون هذا ابو قحطان طيب ابو قحطان ابو قحط معروفه يعني اي واحد ابو قحط يعني قحطان إيه يعني قحطان بس ابو قحطان هذه انا ابو قحطان علامه تجاريه ابو مطر ابو نعم نعم ايه بس ابو قحطان كذا جات بالله كيف مثل ابو عطش معنا واحد لا ما تروح ما تروح ولد يا ابو يحيى مثل ابو عطش ودي سالت السؤال هذاك ليش سميت نفسك او سموك ابو عطش ابو هاندي نسيت معك هو لقب هو تخيل ما درينا عن اسمه انه اسمه خالد العنزي هات دقيقه خالد العنزي الا قريب ترى البرنامج بتعمل اسمه في البرنامج البرنامج ما اعرف اسمه يا ولد اللي بكره جمعة البرنامج لا بعد يوم ابطينا عن بعض قلت يا ولد ابو عطش اسمه كذا اتذكر يوم خلصنا البرنامج ابو عطش لقب ابو عطش لقب حتى في البرنامج ما عمري احد قال خالد العنزي ما عمري سمعت احد قال خالد العنزي بس الاسماء هذه حلوه عبد السلام وشو؟ عبد السلام الجبار ذا ونعم قحطاني ونعم يا ذاك الرجال ايه ونعم يا ذاك الرجال رجال حاله حاله حال باله لا يغلط عليك ابو قحطان ماني باقي معك من اخوياك وضحوك خليك صريح من اخوياي؟ ايه ايام البرنامج ترى والله كلهم بس كلنا نشغل في دينا بدر الحافي معك دائما اشوفه لكن غيره بدر لك زمان ما قبل صل على النبي انا والله اعذر اعذر الناس انا شوف دائما مع عبيد فارس جعل والديه في الجنه استاهل ومجالسه طال عمرك مفتوحه للبعيد وللقريب وكل يوم الشباب عنده وكل يوم السمرات عنده جعل والديه في الجنه وجعل ومحله طال عمرك مدال للجميع عبيد فارس انا اشهد انا اشهد انهم يجون المطاليق من برا البلاد ومن البلاد ونعذر الناس من اخويانا نعذره اللي راح في دنياه بعضهم منشغل مع عياله بعضهم منشغل مع بعضهم مو في الرياض بعضهم مو في الرياض بس ان الجمعات والتواصل لا زال بيننا نحمد الله ونشكره بصراحه في دمت ان الرجال وفي الرجال ذا والله انه وفي تدري ليش وفي كيف تعرف الرجال وفي مجرد ما مسك الفقره هذه جاب اخويا حق السوق هذا والله انه من الوفاء ومن المعروف هذا ابو مطلق مطلق ذي كله ما عليك زوج بالله ما يصدق يدخل داخل اي انسى انا هنيك يا عون شوف تربيت ابوك وجدك جعل ابوك في الجنه ناصر الله يجعلني ما عدم ولا عليك زود
ناصر الغامدي الله يستر عليه ابو عبديله يا اخي في نسختنا طبعا ترى ما كان فيه تصفيات وما كان فيه اي كان فيه كذا. الو السلام عليكم، انت مقدم علينا؟ تعال الله يحييك. صح صح. اجتمعنا 21 شخص، بعضها ترى بدا البرنامج ما اكتملنا كلنا ولا اكتملنا. صحيح. يا سلام، كان يجيهم كل يوم واحد. كان نسختنا هذيك سبحان اللي اعطاهم القبول كله. سبحان الله. والله الله العظيم يا عيال، اننا درجه لحد الان احنا متواصلين، حبينا بعض مره خوة. دخلنا مع ان اول ما جينا احنا الاولين فيه باقي يمكن 10 ما جو، يجون يوميا. صح صح. وصلنا 15 يوم قلنا خلاص ما عاد نبي احد، خلاص ما نبغى الا المليون. اخر واحد جاب بندر فايز، اخر واحد بندر من فايز. تدري متى تقبلنا؟ لا بعد اسبوع. بندر من فايز الحارثي متى تقبلنا؟ الله، يمكن باسبوع ولا باسبوع عليها ما تقبل اخر واحد ترى. إيه؟ سبحان الله، خلاص ما عاد نبي احد. قبل كي جي 1 لكن اوكي جي 1 علي الدوسري. علي شكرا. لا الف مبروك تزوج. يا عم بسالك سؤال، الله يوفقك ان شاء الله. كان اقرب شخص لك في البرنامج بصراحه؟ كانوا اثنين صدق. اقرب اثنين اقولهم علي بن سعيد وش اسمه عبد العزيز احمد. هم كلهم اغليهم وذا. لكن داري وانت منهم؟ انت منهم انا مع الكل. شوف ابو قحطه مع الكل الحين. لا قلت ذا ابو قحطه، كلهم قالوا ابو قحطه صدق. انا احب لكن ها تحب الانفراد بخويا. لا والله لا والله. كيف لا مو انفراد بس انه مان بزياده عليهم، امون عليهم لدرجه انهم يعني علي بن سعيد اذكر الله يستر عليه الله يوفق. حتى لا جاء بيشيل شيء، هو طبعا المنشد. ايش رايك يا عون اشيل دي ولا ذي؟ شفت قوتنا. صحيح. عبد العزيز تكفى عون، انا ايش اسوي كذا ولا كذا؟ يعني صرنا انا اجيهم يودون ايش اسوي انا. بعدين علي بن سعيد وعبد العزيز صدورهم هم جنوبيين لكن صدورهم شماليه، انا حار والله ما يهديني الا هم. طيب تذكر يا عون يوم احنا شردنا الصبحيه فهدي نوار؟ ترى ما حد يدري، ترى ما تدري ما قلتها. انا اتعلم حد. اذرك اذرك اتخذ ختوم. طبعا انا جيت احنا ظني. طيب خذوني معكم كغادي شنو؟ لا ما خلينا ناخذك يا عون. ايوه انا وعبد العزيز وعلي بن سعيد. الصحن يا الربع يا ولد. ومن؟ في صحن جوا. فين؟ عبد العزيز احمد وعلي بن سعيد وعبد الله الاسمري. عبد الاسمري. اي الخمسه هذول. يا ولد احنا طفشانين. طبعا احنا ما نطلع. الخمسه هذول ما يطلعون. اي والله. جانا حسن الله يبيض وجهه. انت ايش فيكم؟ قلت يا ولد انا خلاص ابي اطلع. ابي حتى لو اطلع عند الباب كان شده صح. الباب وارجع. الراس. كان اصبر. جاء بعد الفجر. هو ينقفل الساعه 3. جاء قبل الفجر مشينا. والله وين نروح؟ بس انه خايفين. ما ادري ايش اللي بيصادفنا ما اللي بي. قال عندي طبعا السياره من السياره. حق. ايوه سياره ابو ذا وياخذنا. وين؟ طولنا. عايم في ذا؟ لا والله احنا رايحين لجنوب الرياض. لا وادي نمار. وادي نمار اللي في مخرج 24. يا ولد يا ابو قال عندي عز الله انه ما حد درى لحد الان. قعدنا يمكن ساعتين 3 ساعات كذا. لا والله اكثر. رجعنا. بس كيف المود تغير؟ الله جينا يا ولد بسم الله علينا. انا اوريكم قبل البرنامج الجاي. لا شوف كان قريب مني مره في البرنامج. اوريكم حسن عند الهادي اوريكم نظام. كنت اتغاضى عنه وايد. البرنامج الجاي والله لو شخصناها معكم انت اثنين. تدري ليه؟ مو عشان هو راس هذا. اخوه خويي عبد الهادي. كان في برنامج هو مشرف. كان علمتني خليك تخاوي يا اخوان. اصبر يا محمد. عبد الهادي السبيعي الله يوفقه كان اجمل الاصوات اخو الرجال ذا. وكان السابق معنا في برنامج القصر وانا كنت مدير الاعداد. الله رجل والله لن تنجم برامج الواقع. لا في طيبه لا في راسه لا في زمر الغانم. اقسم بايات الله كيف كان يغني ذيك حقه يا مسافر ديرته. ماني محمد مسافر يا مسافر ديرته وقف على الله. يا عبد الهادي كان عبد الهادي اخوي. طبعا عبد الهادي اخوي الحين سبحان الله من يوم تعين معلم خلاص ما عاد يبي الاعلام رسمي. مو رسمي ما عاد يبي الاعلام خلاص. حقه والله خلاص يعني. والله جيت قلت كلمته الاسبوع اللي راح يا عبد الهادي بجيبك ضيف. اي تكفى بيتذكرون وكذا. قال خلاص سبحان الله يوفقه والله انه كف وانه من المتسابقين اللي كان ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله. لكن صوته جميل يا اخي. صوته جميل. نمت انت البرد مني غاسل يدي من الكبسه جاب الخمول. ها الكبسه بس على الله
لا الامور طيبه، الامور طيبه ان شاء الله. هو يطبخ اول ابو 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 الله 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 ما يطيق الصبر يا من اللي قلبه انا ما جبنا بعد اليوم حتى انا لا وضر يطيح يا قدرة الله امسكوني لا طيح يا قدرة الله الحين بجيب اشاخ ولا كيف؟ ها والله نكفي ريحة حريق يلا جيب اشاخ والله صح اي والله ترى خلاص قلناها الحين يمكن 20 دقيقة خلاص والله يا رجال والله موضوع 10 دقائق خلاص والله لو ان لو انه راس بعير طبخ راس والله البعير لا هو مطبخ بدي خليني اساعدها دي ساعدها فضلوا على العشاء تبين انت عشاء جوا ولا هنا؟